نواصل إن شاء الله تعالى في مدارسة هذا الكتاب، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. باب الشفاعة. والشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، كما عرفها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القول المفيد في شرح كتاب التوحيد. وكما قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في كتاب إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد، أن العبد إذا طلب من الغير مطلبا أو شيئا فإنه يكون منفردا، فإذا جاء آخر وطلب من ذلك المالك نفس المطلوب الذي يريده الطالب الأول، طلب نفس المطلوب للطالب الأول، فصار المطلوب من شخصين، من الطالب الأول ومن الطالب الثاني، والمطلوب له هو الطالب الأول، فهذا يسمى، هذه تسمى شفاعة. يعني شنو؟ الزول إذا دعا الله سبحانه وتعالى وحده، هو براء ودعا الله، ده مفرد. إذا جاء آخر ودعا لهذا الشخص الله سبحانه وتعالى، يعني إذا قال يا الله داير عربية، الثاني جاء قال يا الله أدي دعا ربيع، بقى الدعاء من شخصين فصار شفاعة، أن الشفع يقابل الوتر، الوتر واحد والشفع اثنان. طيب، الشفاعة منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع. شكل الشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة مشروعة وشفاعة ممنوعة. الشفاعة المشروعة لها شرطان: الشرط الأول إذن الله سبحانه وتعالى لهذا الشافع أن يشفع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أن يأذن الله للشافع أن يشفع. الشرط الثاني أن يرضى الله عن المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ذكر الشيخ الفوزان شرطا ثالثا، وهذا الشرط هو أن تكون الشفاعة إلى الله سبحانه وتعالى، لا يشفع إلى غير الله تعالى، أي لا يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا معروف ولله الحمد. طيب، الشفاعة المثبتة دي يا جماعة الشرعية ستة أنواع ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. يعني الشفاعة المثبتة دي ستة أنواع، ستة أقسام. الأولى الشفاعة الكبرى، فإذا ذهب الناس إلى آدم عليه السلام ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى عليهم السلام جميعا ثم إلى عيسى عليه السلام أيضا، وكل واحد منهم يقول نفسي نفسي، ثم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المعروف حديث أنس رضي الله عنه، فيطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، الشفاعة الكبرى، فيسجد
لله تعالى تحت العرش فيحمد الله بمحامد، يفتح الله تعالى عليه فيحمده بمحامد، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، يعني ما بيبدأ الشفاعة أول شيء، وإنما يسجد أولا حتى يأذن الله سبحانه وتعالى له. طيب عشان كده رب العزة والجلال قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وفي هذه الآية جمع الله شرطي الشفاعة، دي الشفاعة الكبرى يا جماعة، الناس واقفة والعرق والشمس تدنو من الرؤوس والكرب يشتد على الناس، يريدون فصل القضاء ويريدون النجاة من هذا الكرب، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الفوزان وهذا هو المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. النوع الثاني من الشفاعة الشفاعة لبعض العصاة أن يدخلوا الجنة، أن يدخلوا الجنة ابتداء من غير تعذيب. النوع الثالث الشفاعة لأقوام من الموحدين عصوا الله تعالى فأدخلوا النار، أن يخرجوا منها. النوع الرابع الشفاعة لبعض الكفار، وهذه خاصة بأبي طالب، شفع له النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج من ضحضاح من نار، كما في حديث العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك كان يذب عنك ويدفع عنك فماذا أغنيت له، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه فأخرج من النار، فأخرج من قعرها فوضعت له جمرتان تحت أخمص قدميه يغلي منهما دماغه. النوع الخامس الشفاعة لبعض العصاة ممن استوجب النار ألا يدخلها، في فرق ناس استوجبوا النار فدخلوها أن يخرجوا منها، وناس استوجبوا دخول النار ألا يدخلوا النار. والشفاعة السادسة الشفاعة لأقوام دخلوا الجنة أن ترفع درجاتهم في الجنة. طيب أما الشفاعة المنفية التي تطلب من غير الله سبحانه وتعالى، يطلبون من غير الله جلب منفعة أو دفع مضرة، أو الشفاعة للكفار تشفع لكافر، قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. طيب قال وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر به، وأنذر بالقرآن، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم هم المؤمنون، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، لا يتخذون وليا من دون الله ولا يتخذون شفيعا من دون الله سبحانه وتعالى، لعلهم يتقون، لعلهم يتقون الشر في الدنيا ولعلهم يتقون العذاب في الآخرة. طيب وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، هذه الآية قبلها آية سورة الزمر أم اتخذوا من دونه شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. أم اتخذوا من دونه شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا، لا يملكون شيئا ولا نافية وشيئا نكرة، لا يملكون شيئا ومن ذلك الشفاعة لا يملكونها،
قال الله تعالى بعد هذه الآية: قل لله شفاعة جميعا هو الذي يملكها، كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: له ملك السماوات والأرض، فالملك كله لله تعالى، ومن ذلك الشفاعة، ثم إليه ترجعون. وقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الشرط الأول الإذن، والشرط الثاني الرضا. وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وسبق الكلام حول هاتين الآيتين من سورة سبأ في الباب الذي قبل هذا الباب، وأن هاتين الآيتين فيهما قطع لجميع السبل التي يتخذها الكفار والمشركون ويقعون بها في الشرك بالله سبحانه وتعالى. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. لا بملك السماوات ولا الأرض، ولا بملك ذرة، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هم براهم ما بملكوا، ولا عندهم شراكة في ملك شيء في السماوات ولا في الأرض. وما له منهم من ظهير، وما له، ما لله منهم، ليس لله منهم، من هؤلاء من ظهير أي من معين، وإنما خلق وحده سبحانه وتعالى. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وآخر الآية في الملائكة، والحديث الذي ذكر في الباب السابق. قال المصنف رحمه الله: قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، المتوفى في سنة 28 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه. ملك معروف، يعني غير الله ما بملك شيء في الأرض ولا في السماء، لواحد، أو قسط منه، ما أي لا يملك لا قليلا ولا كثيرا، ولا يشارك الله سبحانه وتعالى، أو يكون عونا لله أي ظهيرا لله سبحانه وتعالى، فهو غني عن العالمين، لا معين له سبحانه وتعالى من خلقه. قال: ولم يبق إلا الشفاعة، لأنه يا جماعة الزول الوينادو ويستغيث به ويقول: يا فلان الحقنا، ويا فلان افزعنا، ويا فلان نجينا من الكرب، ويا فلان الدين، ويا فلان اعمل لنا. النادو ده يكون عنده شيء في السماوات والأرض، عنده ملك، عشان كذا ينادوه طلبوا منه. يكون لو ما مالك يكون شريك، يكون معين للمالك. الثلاثة ذي الله نفاين عن نفسه سبحانه وتعالى، نفى عن نفسه أن يكون في ملكه ملك لأحد سواه سبحانه وتعالى، يتصرف فيه كيف ما شاء بغير إذن الله سبحانه وتعالى، ونفى أن يكون له شريك سبحانه وتعالى في شيء من ملكه، ونفى أن يكون له معين أعانه سبحانه وتعالى. فاضل الشفاعة بس، يتوسط لله سبحانه وتعالى. التوسط ده قال لك إلا بإذنه، إلا بإذنه. فكي قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال: إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده ولا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. طيب يا جماعة، الكلام ده علاقته بالتوحيد شنو؟ علاقته باختصار شديد جدا، الناس البناد غير الله سبحانه وتعالى حجة واحد من ثلاثة. يقولوا نحن بنحب الصالحين، عشان الموضوع يبقى لك واضح، بيقولوا نحن بنحب الصالحين ودي حجة باطلة. انت كونك تحبه دي مسألة، وكونك تناديه لكشف الكرب دي مسألة تانية، فهذه الحجة باطلة، دي واحد. اثنين، الحجة الثانية بقولوا ده توسل، احنا بننادي الصالحين لأنه ده توسل، والله سبحانه وتعالى في القرآن قال فابتغوا إليه الوسيلة. الرد على الشبهة دي إنه التوسل في هذه الآية فابتغوا إليه الوسيلة القرب والعمل الصالح، ده تفسير منه، ده في تفسير ابن كثير عن ابن عباس وعن قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى، عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبي وعن قتادة من أئمة التابعين رحمه الله تعالى. بعدين يا جماعة، التوسل هو اتخاذ وسيلة للوصول إلى غاية، يعني أنت بتتخذ لك وسيلة معينة وعندك غاية دار تصليها. قال ابن كثير رحمه الله ولا خلاف بين المفسرين في ذلك، والشيخ الألباني في كتاب التوسل قال هذا قول الفيروز بادي، يعني ديلك ناس الدين زي ابن كثير وديل ناس اللغة كلام اتفق. قال الألباني رحمه الله فالجائع غايته الشبع وإزالة الجوع، وسيلته الطعام، يعني بيأكل ليه؟ دي وسيلة، غايته شنو؟ يزيل الجوع وينزل مكانه الشبع. الظمآن غايته الري وإزالة العطش والظمأ، وسيلته الماء. انت زول داير حاجة من الله سبحانه وتعالى، غايتك تنال الحاجة دي، الوسيلة طاعة الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ده التوسل الصحيح، توسل لله بالإيمان وبالعمل الصالح. ربنا آمنا بما أنزلت، النازل بيدعوا بتوسلوا، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، لسه الدعاء ما جاء، ده توسل، فاكتبنا مع الشاهدين، ده الدعاء بتاعهم، ديك وسيلة. ومن التوسل التوسل لله بأسماء الحسنى وصفاته العلى، يا رزاق أرزقني، يا رحمن أرحمني، يا تواب تب علي، يا وهاب هب لي ذرية. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في التوسل بصفات الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. النوع الثالث تتوسل بدعاء الرجل الصالح الحي. ليه قالوا الحي؟ لأن الميت عمل انقطع، والدعاء والتوسل عمل صالح، وهو ذاك عمل انقطع، إلا من ثلاثة في صحيح مسلم، لا من صدقة جارية أو علم ينتفع بها ولا الصالح يدعو له. ديل يا جماعة أنواع التوسل الصحيحة ثلاثة. أنت صليت بعد الصلاة يا الله أنا صليت لك، فرج كربتي دي لأني صليت لك، الله فرج عنك، توسلت بالعمل الصالح. ولا تتوسل بأسماء الله وصفاته الحسنى كما ذكرنا يا رزاق ارزقني إلى آخره، ولا تتوسل بأن يدعو لك، أن يدعو لك فلان، أن يدعو لك فلان، فلان ده بكون حي، لأنه لو ميت كيف يدعو؟ وبعد مشى لدار الحساب، ولو غايب يعرفك كيف عشان يدعو لك، وتطلب منه كيف وهو غايب؟ هل بيسمع؟ هو غايب بيسمع كيف؟ ولذلك
مهما بلغ من الصلاح. أي زول يقول لك ده صالح بيسمع البعيد، قل لي أصلح هو ولا عائشة رضي الله عنها؟ لو قال لك الآن عندي شيخ ده زول صالح بيسمع من بعيد، قل لي أصلح هو ولا عائشة رضي الله عنها؟ جزاك الله خير. إن قال لك أصلح هو أنت براك بتمش منه وبتعرفه ده زول فاكة منه. وإن قال لك أصلح عائشة رضي الله عنها، قل لي عائشة رضي الله عنها قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زوجها، تجادل عن زوجها وهي في حجرتي ويخفى علي بعض حديثها. يعني في جزء بسمعه وجزء شنو ما بسمعون، وهي في حجرتها ورب العزة والجلال يسمعها من فوق سبع سماوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فما في حجة يقول لك ده توسل، وين التوسل؟ وزول قال يا فكي فلان الحقني، وين التوسل؟ أنا دار أعرف التوسل وين. التوسل ده فيه ثلاثة: متوسل، متوسل إليه، وسيلة. يا الله بالصلاة دي أرحمني، يا الله إنت متوسل، الله متوسل إليه سبحانه وتعالى. الوسيلة الصلاة، بالصلاة دي إنت لما تقول يا شيخ فلان الحقني، لو قلت توسل إنت متوسل، خلاص سلمنا جانا إنت متوسل. المتوسل إليه منه؟ لو قلت الله كذبت، لأنك إنت ما قلت يا الله نجيني، إنت قلت يا فلان الحقني، يا فلان فلان الحقني. الحقني دي راجع على منه؟ لفلان ذاته. ودي أي عمد الاثنين هذان شيئان، داعي ومدعو. الداعي إنت والمدعو الشيخ ده، ما في وسيلة الآن. يا فلان الحقني، طيب إنت متوسل، المتوسل خليه مع فلان المتوسل إليه. الوسيلة شنو؟ ده أنا عارف الوسيلة شنو. يا فلان الحقني، وين الوسيلة؟ شكد هم بيخلطوا بين الدعاء والتوسل. طب تقول يا الله نجيني، إنت داعي والله مدعو سبحانه وتعالى. يا الله بصلاتي نجيني، إنت متوسل، متوسل إليه الله سبحانه وتعالى، وسيلة الصلاة. الدعاء فيه أمران، فيه شيئان، عفوا، فيه شيئان: داعي ومدعو. والتوسل فيه ثلاثة أشياء: متوسل، متوسل إليه، وسيلة. ما تلخبط الأمور ولا تلبسوا الحق بالباطل. توسل شرعي وتوسل يعني شركي. عشان كده في حاجة غريبة جدا، زمان الكفار فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هل حال في الكربة زي حال في الرخاء؟ الجواب لا. طالما اختلف حال في الكربة عن حالهم في الرخاء، دل على أنهم في الكربة يخلصون العبادة لله، بينادوا براو، وفي الرخاء لا يخلصون العبادة لله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. شوف الكفار ديل دعوا الله، ما دعوا اللات ولا العزة. أسي تجي الكربة مش بيدعوا الله وبيدعوا غيره، ناس نديم، ولا بقولوا يا الله ويا فلان، بينادوا فلان براه ذاته، دعوا فلانا مخلصين له الشرك بالله سبحانه وتعالى، والله الذي لا إله غيره، ينادوا براه. والزول ذاته متناقض، لو ركز في كلامه انت بتقول يا فلان الحقني، وين الله هنا سبحانه وتعالى؟ يا فلان أفزعني، يا فلان من الكرب، ده من الشرك الواضح الجلي. عشان كذب بعدين في النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم. لكن 200 أيوة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، طلب القربة وطلب الشفاعة أيضا في قول الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ أنا قبل قلت أم اتخذوا من دونه شفعاء، يا أم اتخذوا من دون الله شفعاء في سورة الزمر. طيب، وقال له أبو هريرة، قال للنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ أكثر ذول سعيد بشفاعتك ومنو أنت اللي بتشفع له؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ده في صحيح البخاري. دار الشفاعة تكون موحد، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. شكاية المشرك ما عنده شفاعة، تعبان زي في الدنيا، أي زول يعتقد أن فلانا يعلم الغيب، فلانا أن فلانا يهب الذرية، يستغيث بفلان في الشدائد، ده ما عنده شفاعة أبدا، والله ما تدعب زي يجي بدري صلاة وكذا وقال نفسه مسلم، وده ما مسلم، كافر بالله تعالى، والله الذي لا إله غيره، وده يقول لك كافر عديل، ما هو كافر عديل يعني كافر كيف؟ يقول لك لا الزول ده سوداني، وما في سودانيين كتار كفار، تقال وفي سعوديين كفار ومصريين كفار وكلهم الكفر، ده ما في يعني السوداني خلاص مسلم خالدين فيها أبدا في الإسلام، هو صحابة والرسول عليه الصلاة والسلام والملائكة والرسل، الرسل الله جاب سبحانه وتعالى 18 رسول، 18 في سورة الأنعام، بعد قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، تقول لي أنا سوداني؟ وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال للملائكة: ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. طيب، فالذي يريد الشفاعة عليه بالتوحيد أولا. ولك أنتم تنكروا الشفاعة، وهو فارق درب الشفاعة، ودرب الشفاعة فارقة ما شبه غادي، وللأسف يكفرك أنت وياب الصلاة وراك. قبل واحد من أخواننا قال لي في ناس هناك في مبدأ أتقدم الله أكبر بمرقوا برا الصلاة، مشكلته معاهم شنو؟ قال له نادوا الله براه، قال الأمة دي تمشي وين ذاته إلا من رحم الله، ما عندهم حجة إلا البغض بسبب هذا التوحيد. والله الذي لا إله غيره دي أكبر مسألة مزعل الناس، ما تسمع يقول لك الفقه، أسي تخش في الفقه يخالفوك ذاته في الفقه، تقول لهم قال الإمام أحمد، يقول لك مالك ماله، تجيب لهم الإمام مالك يقول لك ما تجيب لنا باقي الأئمة، تجيب باقي الأئمة يقول لك طولت الشغلة دي، تجيب الحديث تشرحه يقول لك النصوص دي ما دار علماء يشرحوها، ما برضو منك أبدا. يقول لك الفقه تدرس في مسجد أنا قعدت فيه سنتين الله يتقبل، شرحنا فيه أكثر من 20 باب من أبواب الفقه، والله الذي لا إله غيره، الطهارة والصلاة والأحكام وكذا وكذا وكذا، بس انتهينا بدينا كتاب التوحيد من غير ميكروفون شالونا برا طوال، أنا عرفت العشرين باب دي الله يتقبلها غير. والله يشيلوك برا، أقول رسول مرقوا من مكة صلى الله عليه وسلم، هذا يقول لك الأسلوب، ها الرسول أسلوبه كيف؟ رأيك في شنو؟ صلى الله عليه وسلم، يقول لك أنت متحبب، وكانوا بيحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا بيقول له الصادق الأمين، مما جاء بالعقيدة الصحيحة ودعاهم لي علمه ربه فأراد أن يعلمه طوالي شنو؟ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، واحد من ثلاثة، يا يسجنوك يا يقتلوك يا يطردوك برا البلد، والشغلة دي قديم واسي شغال، أتواصوا به قديم ليه أسي شغال، يا طردوك مساجد كثيرة، والله في كتاب أنا لفيت به قريب 12 سنة دار أتمه ما قدرته، وليه أسي ما قادر أتمه،
فإنها غررت أشرح للمرأة في البيت. والله بس قلت أشرح له براء وكذي، واحد فينا ينترم قبل الثاني ولا هتمه. وفيلم فيك واحد نسيبك يجي طاير بره. طيب قال: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. طيب، وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، حقيقة هذا الأمر، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. يعني الله سبحانه وتعالى الشفاعة جعل لي ليكرم الشافع. أخبر الله في القرآن أنه سيفصل بين العباد يوم القيامة، وأنه سيحاسبهم، وأنه سيجازيهم، وأنه سيسألهم، وأن الموازين تنصب. فإذا هذا الأمر سيكون، لا بد أن يكون، ومع ذلك جعل قبل كون هذا الشيء الشفاعة، مع أن الشيء سيكون. لماذا جعل الشفاعة؟ ليكرم الشافع بهذا الأمر. طيب، قال: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها من شرك، فتلك منفية مطلقا. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع كثيرة، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. طيب، الزول الدائرة الشفاعة يا جماعة باختصار يدعو الله سبحانه وتعالى أن ينالها. ثانيا، يكون من الموحدين، كما في هذا الحديث الذي في صحيح البخاري: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. دائر بعدين الرسول يشفع عليك صلى الله عليه وسلم، تلاقي الله بالتوحيد. ثلاثة من الأسباب: الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأسباب أن تدعو له بعد الأذان، كما في حديث جابر رضي الله عنه: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، قال: حلت له شفاعتي أي يوم القيامة. طيب، فيه مسائل في هذا الباب. الأولى: تفسير الآيات السابقة التي ذكرت. الثانية: صفة الشفاعة المنفية. صفة الشفاعة المنفية أن تطلب من غير الله، طلبوها من الأوثان، من الأولياء، من الصالحين، من الأموات، من غير إذن ومن غير رضا الله عن المشفوع له. الثالثة: صفة الشفاعة المثبتة، وهي التي تطلب من الله وبإذن الله ويرضى الله عن المشفوع له. الرابع: ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود، كما في حديث أنس رضي الله عنه الذي ذكر آنفا. الخامسة: صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم بعد أن تطلب منه الشفاعة، يسجد لله سبحانه وتعالى، وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا، بل يسجد فإذا أذن له شفع صلى الله عليه وسلم. السادسة: من أسعد الناس بها، وهم من قالوا لا إله إلا الله مخلصين لله سبحانه وتعالى في هذه الكلمة وفي مقتضاها وفيما تتضمنه. السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله، فما تنفعهم شفاعة شافين. عشان كده يا جماعة في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، وعلى وجه آزر قترة وغبرة. القترة ما يعلو الوجه من الكرب والكآبة، والغبرة ما يغشى الوجه من الغبار. فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فيوم لا أعصيك. فيقول أي إبراهيم عليه السلام، الحديث في البخاري: يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون. يريد أن يشفع لأبيه، وأبوه كان على الكفر والشرك،
فلا يقبل الله هذه الشفاعة. يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد، الأبعد أن تبعده من رحمتك. قال فيقال، أي يقول الله تعالى: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: انظر ما تحت رجليك. يقال لإبراهيم عليه السلام: انظر ما تحت رجليك. فينظر فإذا هو بزيخ ملتطخ. أبوه امسخوه لزيخ، والزيخ الضبع كثير الشعر. ملتطخ قالوا بالدم والرجيع الذي يخرج منه، يعني يمسخ الله آزر أبا إبراهيم على صورة ضبع كثير الشعر. ملتطخ يعني بالدم والرجيع الذي يخرج منه. قال ثم يؤخذ من قوائمه فيلقى في النار. قالوا مسخ الله آزر أبا إبراهيم على صورة الزيخ الضبع، لأن الضبع أحمق الحيوانات، ولأن من حمق آزر أنه لم يقبل النصيحة من أشفق الناس به وهو ابنه إبراهيم عليه السلام. ما بتنفعنا الشفاعة بعدين. الثامنة بيان حقيقتها، حقيقة الشفاعة. يحاجوك بالشفاعة، دي الحجة الثالثة. نحن نسألهم براحة، نقول لهم الشفاعة دي هل بتكون يوم القيامة؟ يقول لك انتوا بتنكروا الشفاعة. ينادي الشيخ تزالوا يقول لك بتنكر الشفاعة. أقول له بالراحة ما بننكر الشفاعة، الشفاعة متين؟ يوم القيامة. ده السؤال الأول. السؤال الثاني: الشفاعة دي بتطلبوها من منو؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الأنبياء دي. أيوة، بتطلبوها من النبي عليه الصلاة والسلام. أي لما تطلبوها منه أنتوا حيين ولا بتكونوا أموات؟ يقول لك نحن بنكون أحياء. الرسول عليه الصلاة والسلام لما تطلبوها منه بيكون حي ولا بيكون مات؟ بيكون ميت. يقول لك بيكون حي، يعني يوم القيامة حي. بتطلبوها منه وإنتوا في دار كالدنيا وهو في دار كالآخرة، ولا بتجتمعوا في دار واحدة؟ في دار واحدة، هي دار الآخرة. إذن هذه الشفاعة هي الجائزة، وأما التي يقيسون عليها وأما التي يفعلونها باطلة من أوجه. الوجه الأول أنهم يطلبونها ممن لم يأذن الله له، واحد. وهناك الرسول بيسجد حتى يأذنوا له صلى الله عليه وسلم. اثنين، بيطلبوهم في الدنيا والمطلوب منه في شنو؟ في الآخرة أو في القبر. يبقى اختلفت، زي اللي بيحاجوك يقول لك انتوا بتقولوا الميت ما ينفع. موسى عليه السلام لما الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج هالصلاة من 50 بقوها 5 وموسى عليه السلام وكان ميت، إذن الميت ينفع؟ إذن ودي ما حجة، لأن موسى عليه السلام هل هو الذي يصعد إلى الله أم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يرجع ويطلب؟ الجواب شنو يا جماعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. اثنين بس باختصار شديد، الرسول عليه الصلاة والسلام موسى لما يتكلم معه عليه السلام هل كان في مكان واحد أم اختلف المكان؟ كان في مكان واحد، في السماء السادسة، في السماء السادسة، واجتمعا في مكان واحد، وخاطب موسى النبي صلى الله عليه وسلم، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام. انت لما تجتمع بيدا بعد تخش مع جوا في القبر، انت افتح القبر خش مع جوا صحيه، بعد يتكلم معاك تاني اطلب منه، لكن انت برا وهو جوا تطلب كيف؟ وهو بيسالوا فيه ومن ربك، وده برا شغال العربيه دارت تنقلب، والزول ده جوا في سؤال قالك عندهم حديده هو فاضي لك، وده بيسالوا فيه جوا. ناس ذاته شغله عجيبه جدا. عشان كده شفت النازل أهل البدع ديل جابوا لنا نحن نبذ شديد جدا، والله يجوا الكفار والخواجات يجوا يقفوا في بعض المقابر يصوروا الأشياء اللي بيعملوها ديل بتاعنا الخرافات ديل. ناس لافين بكراع واحد لابس له
لبسه فيها 100 لون، واحد ما بعرف ايه، واحد شايل له 70 سبحة، تقول راس رقبته شماعة مالية سبح وأشياء، واحد مربوط من النص، واحد بنط، واحد بيشيل في تراب بكبه. الخواجة يجي يصور ويرفع الشغلة دي هناك، نشوفوا المسلمين، شوفوا دين الإسلام، هسي ده برغبون ولا بنفرون؟ يا أخي الله قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا أخي ده ذاته من الدين. قال بينما نحن جلوس عند رسول الله، عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم، إذ طلع علينا رجل، ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، مش خضر مرقع، شديد سواد الشعر، النظافة دي ذاتها دي من شعارات الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: الطهور شطر الإيمان، شطر الإيمان، نصف الإيمان. شفناهم بعيننا واحدين بتراب كر شغال يكف في التراب في راسه، تصبر التراب ده جايك بعد تموت، أنا جيهك جيها تمام، جايبه ينسي مالك، نظف راسك ساز دايب. هو في الله بيتقربوا له بتراب يكبوه في الراس؟ دي عبادة لله سبحانه وتعالى؟ بلاوي، واحدين ياكلوا في قزاز، هسه خش اليوتيوب، واحدين سحرة ياكلوا في القزاز، واحد يدخل سيخة بيجاي مرقة بيجاي، هسه دي بتدخل زول إسلام؟ والله يستر على الجوة ما يمرقوا، دخل سيخة بيجاي مرقة بيجاي، قال دي كرامة. هو زول بيكرموه يقدوا له جضمه؟ دي كرامة هسه ولا مشاكل دي؟ كلها بلاوي يا خوهم الناس، والله الذي لا إله غيره. هسه أول أمس سمعت لي مقطع، شفت لي مقطع، قال قرية بالقرب من الخرطوم ولا شرق النيل جايبنا، قال ديل من كراماتنا الثعابين، شايلين الثعابين جايبين واحد اسمه خضر، قال دي كرامة دانيلا المكاشف، سيرة دانيلا المكاشف، شايل الثعبان وخدتي في رقبته، والطفل بتاعه برضه ثعبان في رقبته، والمرأة برضه شايلة لها ثعبان في رقبتها، وذاك يصور بالكاميرا، ودي ثعابين، دي كرامات هزي؟ انت كرامات تمشي تلقط في الثعابين؟ دي كرامة شنو ذاته؟ وإلى الله المشتكى، ده كلام كله يا جماعة ما يغني، ما يسمن ولا يغني من جوع. ده ما الدين، الدين ده والله أنت نظيف ومحترم وظريف جدا، صلي صلواتك الخمسة وتعبد الله سبحانه وتعالى، داير حاجة تطلب من الله، تسبح، تقرأ قرآن، قلبك مرتاح ومستقيم، أخلاقك مع الناس طيبة، معاملتك طيبة، الدين فيه عدل، فيه إكرام، فيه إحسان، فيه مسامحة، دين حاجة تمام، شيء تمام ذاته، اللي بعرفه اسلم ذاته. لكن تجد انا هسه دار ادعو لي زول للاسلام اشيل لي سيخه اركبها بيجا مرقه بيجا، اقول له عان ديل اكبر اولياء في الاسلام، اقول لك يا زول انا كان خشيت ذاته ما دار اكون ولي، اقول تقد قد ما ينفع معي، معقوله يا اخي؟